يقول السائل: هل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لها ارتباط بالحج؟ لما ورد: من حج ولم يزرني فقد جفاني. الحديث باطل وليس بصحيح، الحديث مكذوب وليس بصحيح، ولا علاقة لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. زيارة الرسول لمن كان في المدينة أو ذهب يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يزور قبر الرسول تبعاً للصلاة في المسجد فقط. أما أنه يسافر يقول بروح أزور قبر الرسول ما يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. يسافر إليها لأجل الصلاة فيها، لأن الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عن 1,000 صلاة، الصلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة. نعم.